أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: اشتركت مع شخص في تجارة ودفع إلي اشتركت مع شخص في تجارة ودفع إلي مبلغا لكي أقوم بشراء سلعة، وقبل القيام بذلك سرق المبلغ من سيارتي بدون إهمال مني، فما الحكم في ذلك؟ أعد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: اشتركت مع شخص في تجارة، في تجارة نعم، ودفع إلي مبلغا لكي أقوم بشراء سلعة، وقبل القيام بذلك سرق المبلغ من سيارتي بدون إهمال مني. أنت وكيل، وكلت تشري له السيارة وسرق المال بدون إهمال منك، ليس عليك شيء لأنه ائتمنك هو على هذا وأنت لم تفرط. نعم، أن هذه خصومة، يمكن ثاني واقع فلا كلام، إذا ما له، أما إن كانوا افتراض فنعم، أما الواقع هذا لازم يروحون للمحكمة. يعني بعض الناس يقلب الحقيقة ويسألك يبيك تجاوبه على هواه، ثم يروح ويقول فلان يقول كذا. نعم، أحسن الله إليكم. الواقع لا تسألون عنه، الخصومات لا تسألون عنه. نعم.